أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات. مرحلة جديدة تعيشها البلاد تجني فيها حصاد سنوات من إصرار القيادة السياسية على دعم جهود تمهيد البنية التحتية وبنائها بصورة تمكنها من جذب الاستثمارات العربية والعالمية، إضافة إلى فتح أبواب العمل أمام الشباب ومواجهة البطالة ودعم مزيد من الاستثمارات المحلية ومشاركة العديد من رجال الأعمال المصريين. مسيرة جهود مصر في البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية حظيت بإشادات دولية منحتها لها المؤسسات الدولية. ده هيكون موضوع نقاشنا النهاردة في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم بالاستوديو، دكتور ياسر عبد العليم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. اسمح لنا قبل ما أبدأ حواري مع حضرتك نخرج لهذا التقرير يضع لنا بعض من محاور الحوار، بعدها نبدأ الحوار مع ضيفنا الكريم بالاستوديو. تظهر الأرقام الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية حجم الاستثمارات التي قامت الدولة المصرية بضخها في مجال تطوير البنية التحتية وإنشاء بنية عالية الجودة وفقا لأعلى المعايير العالمية، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية. وجاءت إشادات المؤسسات الدولية لتؤكد ما حققته مصر في هذه المجالات بالإضافة لتعزيز ريادة مصر إقليميا ودوليا. ومن أبرز ما حققته الدولة تقدمها 64 مركزا في مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي نفس السياق تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق الصادر عن المؤسسات الدولية، والذي يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين. ومن ضمن ما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التوسع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، وتشمل مشروع استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية وتوصيل الفايبر للمنازل، ومشروع آخر لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، كما يتم تنفيذ مشروع لنشر كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة حياة كريمة بهدف توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن، حيث تحتل مصر المركز الأول في متوسط سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا مقارنة بالمركز 40 في مطلع 2019. مما لا شك فيه أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد الأدوات المالية التي يتم من خلالها قيام مشروعات تنموية قادرة على جذب عدد كبير من العمالة والمهارات، وعليه من الضروري الوقوف على أهم المحددات والدوافع الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر. مرة ثانية بنرحب بحضراتكم وبرحب بضيفي الكريم في الاستوديو دكتور ياسر عبد العليم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. اهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ محمد. دكتور ياسر، منذ ان جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان الملف الاول الذي عملت فيه الدولة هو إعادة بناء البنية التحتية المصرية، يمكن المواطن في لحظات كان بيقول انا هستفيد ايه؟ انا مش هاكل طرق. صحيح. لكن كيف حضرتك تفسر هذا التوجه من القيادة السياسية من الناحية الاقتصادية؟ التوجه كانت رؤية بعيدة المدى للقيادة السياسية، إنه مصر مش هينفع أبدا في ظل إمكانياتها دي وفي ظل التحديات الكبيرة اللي حواليها إنها تبقى في الموقع ده، فكان لازم إحنا ننتقل للموقع اللي تستحقه مصر. إمكانيات مصر مش هينفع ان احنا نستغلها ولا نقدر ان احنا يعني نستفيد من العوائد المطلوبة الا لما نرفق العديد من المدن الصناعية، وعلشان ترفقها
هتشتغل على بنية تحتية لازم توصل لها، لكن لازم الطرق تعمل طرق. ولازم تعمل كباري، ولازم تعمل توسع أفقي. التكدس السكاني، العاصمة كانت بتتقفل، يعني مصر كانت تتصنف ان القاهرة كانت مدينة ميتة، لكن لازم يعمل محاور للخروج وللتوسع الأفقي والتجمع السكاني. المعروف ان سكان مصر متمركزين في حوالي 5% من مساحة مصر حوالين وادي النيل. النهارده احنا عملنا يعني ما يشبه ستريتشنج للتكتلات السكانية، تجمعات سكانية جديدة. كل مدينة تقريبا يعني معروفة أو مشهورة بقى ليها اسم. الجديدة بورسعيد الجديدة اسمها سلام، الإسماعيلية الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، كل دي محاور جديدة احنا بنفتحها، تجمعات سكانية احنا بنفتحها، بنقضي على مشكلة التكدس السكاني، بنقضي على مشكلة العمالة، لأن طبعا الاستثمار في البنية التحتية ده في الاقتصاد بيعمل ما يسمى بمضاعف الإنفاق أو مضاعف الاستثمار. يعني حضرتك لما بتدفع فلوس بتستثمر في مشروع، المشروع ده بيشغل ايدي عامله، بيجذب استثمارات من بره، بيعود في الاخر. لو صرفت مليار بتلاقيه في الاخر المليار ده ارتد للناتج المحلي الاجمالي 2 مليار او 3 مليار، فبنحسب نقول ساعتها ان احنا عملنا مضاعف انفاق بما يساوي 1 الى 3. دي نظريه التشغيل من وجهه النظر الاقتصاديه. يعني انا لما بستثمر في بنيه تحتيه لما برميش الفلوس، انا بفتح مشروعات جديده، بقضي على مشاكل متراكمه ومزمنه كانت موجوده في الدوله، وبوصل بمعدلات الاستثمار المطلوبة ان انا اقدر اوصل للمواقع التي لم يسبق ان احنا وصلنا اليها. على سبيل المثال احنا عندنا شبه جزيرة سيناء، دي حوالي 6% من مساحة مصر. كل المشروعات اللي اتعملت في سيناء هي مشروع منتجعات شرم الشيخ للسياحة وفرقة السلام، ده لغاية 2014. ومش في الشمال، مفيش حاجة خالص في الشمال. كان كل الطرق اللي كانت موجودة في سيناء حوالي 600 كيلو باللي بيؤدي ليها كمان، وكان في نفق واحد، نفق الشهيد احمد حمدي، وكنا بنشوف التكدس الكبير اللي حاصل علشان تعبر بالحجز الى سيناء. طبعا كنا انا واحد من الناس وقفت حوالي 10 ساعات قبل كده. النهارده بص المبالغ اللي انفقت على سيناء ونبص نشوف المردود منها ايه. انفق على سيناء لوحدها ما يقرب من حوالي 700 ل 800 مليار جنيه. عملت حوالي 3000 كيلو طرق على احدث مستوى بتوصل الجزء المهم ده من الوطن، اللي هو طبعا امن قومي وبعد استراتيجي كبير كلنا عارفين، والالتهاب اللي حصل على الحدود الشرقيه، فكان لازم اعمار الجزء ده من الوطن، ووصلوا بالوطن الام. 5 انفاق اتعملوا، 4 انفاق ومعديه السلام، 5 مطارات، تطوير المواني. طبعا كان عندنا ميناء العريش، ده كان ميناء للصيادين، ميناء بسيط جدا، النهارده بقى ميناء من اهم المواني الموجوده على البحر المتوسط، ودخل في الرانك في التصنيف اللي هو ميناء من الجيل الرابع. المشروعات اللي تم عملها في وسط سيناء، منطقه ابو زنيمه وبرديس، استغلال بقى هنا، انت وصلت اهو للمكان، بقيت تستغل المكان، بقيت تعمل تستغل امكانيات هذا المكان. عملت مزارع للرياح في الزعفرانه، عملت مجمع الجفجفه للخام والجرانيت، شغلت ايد عامله، عملت طبعا تطوير بحيره البرداويل، وده كان يعتبر من الاحلام يعني في وقت ما. عملت مطار في البرداويل، عملت مطار في راس سدر، عملت مطار الطور، عملت مطار العريش. كل ده سهل بشكل كبير جدا التواصل ما بين المكان ده والوطن الام، وما بين المكان ده والعالم. يعني النهارده تقدر تشتغل في سيناء وتصدر للعالم مباشره. لو سايح عايز يجي بيجي، ينزل في المكان اللي هو عايزه، كان الاول ما قداموش غير هو مطار شرم الشيخ او مطار القاهره. النهارده مطارات، مواني، طرق، ادت لاستثمار، ادت لتشغيل. هدف الدولة لتسكين 2 مليون مواطن في جنوب سيناء ومليون مواطن في العريش في شمال سيناء. المجمعات السكنية اللي اتعملت، المدينة الخضراء اللي اتعملت في شرم الشيخ، الترفيق اللي حصل، توصيل المياه الشرب الصالحة للمقيمين في المكان ده، تصميم بيوت بدوية للبدو، أهالي سيناء، أهالينا اللي في سيناء اللي بتتواءم مع احتياجاتهم. ده يعني منظور بسيط، وده ما يجيش حوالي 10% مما تم انفاقه طبعا على البنيه التحتيه خلال الفتره اللي فاتت من 2014. تم انفاق حوالي 10 تريليون جنيه. طيب نكمل بقى ايه اللي تم تاني، اتعمل ايه تاني. احنا عندنا مصر فيها حوالي 50 ميناء، منهم 18 ميناء تجاري، وبقيه المواني 32 دي مواني عسكريه ومواني يعني متخصصه.
تم تطوير ال 12 ميناء على البحر الأحمر، تم تطوير 6 مواني على البحر المتوسط. ده بيعمل اكسسبيليتي، ده بيعمل وصول أسرع أسهل. طبعا شفنا وده عمل كمان حالة من التطور للمواني الجافة. في بقى مواني طبعا الشحن الجاف، وفي مواني الشحن السائل، وفي مواني متخصصة طبعا بتتعمل. عندنا من الشحن الجاف اللي اتعمل في سفاجة، البحر الأحمر كان ليه نصيب الأسد من التطوير اللي حصل. من الأدبية اللي كان طبعا متواضع جدا، النهاردة برضو تم تصنيفه إنه ميناء من الجيل الرابع. عندنا ميناء شمال شرق بورسعيد، وده مصنف دلوقتي من أهم 10 مواني في العالم. من السخنة اللي هو دبي السخنة اللي بتشغله هيئة معاني دبي، ده ميناء مصنف ان هو من مواني الجيل الرابع، ومرشح ان هو من مواني الجيل الخامس. ده طبعا ببرمجيات وباستغلال الاقتصاد الرقمي، وطبعا بمصاريف على بنية تحتية لازم، يعني دي تضحية لازم نقدمها. ده اللي علشان نجني، علشان تجني الثمار لازم تزرع، والزرع في بيئة اعمال لازم تكون كمان مهيئة، لازم تكون صالحة. طيب بذكر بيئة الأعمال المهيئة والصالحة، كان هناك نقدر نقول تطور كبير حدث بعد التوجيهات بالبناء في البنية التحتية فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين. ما الذي حدث في هذه الجزئية تحديدا؟ يعني طبعا عندنا تشريعات حاكمة، القانون التجاري الدولي، مصر منضمة للعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية. لكن لما بيدخل المستثمر عندك لازم بيئتك انت التشريعيه داخل البلد نفسها بتهيئ ليه سهوله الاعمال. احنا كنا متاخرين في بعض المؤشرات نتيجه التشريعات والقوانين الروتينيه البيروقراطيه. تم تطوير قانون الاستثمار اكثر من مره، وطبعا بلوائح تنفيذيه مختلفه كان حاصل فيه بعض التضارب ما بين الجهات المختصه وبعضها والجهات المعنيه وبعضها. المستثمر كان بيجي طبعا بيلف من شباك لشباك ومن وزاره لوزاره ومن جهه الى جهه. التطوير الاخير اللي حصل لقانون الاستثمار 72 لسنه 2017 ده تضمن العديد من الاشكاليات اللي تم حلها وتم تيسيرها. كان من اهم الشكاوى اللي كانت بتحصل من المستثمرين، خصوصا المستثمرين الاجانب، اللي هو الفصل في النزاع ما بينه وما بين الدوله. لما كان بيحصل نزاع بينه وبين الدوله بياخد وقت، ده بياخد وقت، وكان في بيروقراطيه، وهو بيبقى متخوف ان انا لو اختلفت مع الدوله طب انا هحتكل مين. القانون ادى الاحقيه للجوء الى مركز تحكيم في البنك الدولي، جهه محايده بينك وبين الدوله. القانون يسر عملية انتقال رؤوس الأموال دخولا وخروجا، وكمان نقل الأرباح، والشروط الواضحة طبعا للإعفاءات الضريبية والحوافز الموجودة والإعفاءات الجمركية، وحقوق واضحة ومفيش فيها أي تعقيد أو أي لبس. كمان المحكمة الاقتصادية المختصة طبعا بفصل النزاعات الاقتصادية تم طبعا تطوير لحتة التنفيذية. واحنا بنشاهد بقى دلوقتي الرخصة الذهبية طبعا، اللي القانون برضو ادى الحق لمعالي رئيس الوزراء في ان هو يصدر رخصه ذهبيه لانواع معينه من الاستثمار اللي الدوله في حاجه اليها. على سبيل المثال مشروعات انتاج الطاقه النظيفه، الهيدروجين الاخضر، الامونيا الخضراء، وده موضوع يعني على الساحه بقوه دلوقتي، بتوجه ليه استثمارات ضخمه جدا في المجال ده، واحنا طبعا لنا رياده في الموقع ده. الى جانب بعض الاماكن اللي صنفها القانون الاستثمار انها مناطق الاستثمار، مناطق الف اللي هي ليها معاملة خاصة وليها حوافز خاصة، زي محور قناة السويس. النهاردة شايفين كل دول العالم بتتهافت على ان هي يبقى ليها مناطق اقتصادية. في محور قناة السويس الاقتصادي كان اخذ في منطقة روسية، في منطقة بولندية، في منطقة صينية، اليابان بتعمل منطقة. في طلبات مقدمة النهاردة من العديد من دول العالم ان هي يبقى عايزة منطقة في محور قناة السويس الاقتصادي. ده بيدي لك طبعا صورة انت صرفت واللي انت صرفته والترفيق اللي انت رفقته، التشريعات اللي انت يسرتها. النهارده بقى ابتدينا نشوف المردود والعائد من تدفق استثمار اجنبي مباشر، صفقات زي اخيرا كاملة. زي راس الحكمه، وفي في الطريق راس جميله، وفي منطقه برضو بتسعى قطر انها تاخدها في الساحل الشمالي على حدود العالمين الجديده على ما اعتقد. وان كان طبعا التفاصيل طبعا لسه يعني لم يتم نشرها بالكامل. طبعا صفقه راس الحكمه احنا كلنا عارفين اثارها ومردودها على الاقتصاد المصري، وان كان الرقم او المبلغ انا بشوف ان هو مش هو الاثر الاكبر. الاثر الاكبر هو الثقه الكبيره
من المستثمرين على مستوى العالم. ان النهارده في دوله زي الامارات دي دوله ليها استثمارات في كل دول العالم، النهارده بتديك ثقه كامله في الاقتصاد المصري، راح بتستثمر بمليارات الدولارات، مئات المليارات كمان، مش يعني هو نصيبنا 35% اللي هم 35 مليار، يعني هي هتستثمر اكثر من 140 مليار. ده مبلغ كبير، ودي صفقه كبيره هتوري العالم كله الثقه في الاقتصاد المصري. ده جالي ليه؟ يعني ده جاي عندي ليه؟ ده جاي عندي لانه لا بيئه اعمال. اصله هنا ما فيش مجال للمجامله، لا اطلاقا. الاقتصاد لا يعرف، يعني الاقتصاد مدرسه معروفه كوست بنفيت، انا بعمل تحليل للتكلفه ولا العائد. هاجي اجاملك هخسر، يبقى انا بضر دولتي، فانا مش هضر دولتي عشان خاطرك. انا باجي بشوف الفرص المتاحه، بقيس ايه التسهيلات الموجوده، التشريعات دي بتخدمني، مكان ده مميز هقدر احول رؤوس اموال ليه، هقدر داخل وخارج، هقدر احول ارباح منه، التشريعات دي متوائمه معايا هقدر اتعامل معاها، الاستقرار السياسي والامني في المكان. ده راجل هيجي يحط مليارات وهيستثمر وقاعد فتره طويله، فلو المكان ده غير مستقر امنيا او غير مستقر سياسيا او البيئه التشريعيه فيه غير ملائمه ليا، انا اللي هيخليني اضحي بمبلغ كبير زي ده وخاطر المخاطره دي. طيب يعني لكي يكون لدينا محاور أكثر للحوار والاستفادة من علم حضرتك الغزير، اسمح لنا نخرج لهذا التقرير يضع لنا مزيد من نقاط الحوار مع ضيفنا الكريم بالاستوديو، بعدها نستأنف الحوار. وضعت الحكومة المصرية مخططا استراتيجيا لمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لتصبح مركزا عالميا للسياحة، وذلك بإقامة مركز سياحي متكامل يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها. ويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي متكامل في رأس الحكمة يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافة لإقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة، حيث تتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، مع توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوة على وجود نواة أولية للتنمية السياحية، منطقة فندقية متميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام. بجانب القطاع السياحي، شمل المخطط الاستراتيجي إقامة مشروعات زراعية وصناعية وتنمية عمرانية تسمح بإقامة صناعات غذائية متنوعة كتعبئة التين والتمور ومصانع استخلاص الزيوت واستغلال النباتات الطبيعية والعطرية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف وتوافر آلاف فرص العمل وتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المجتمعات العمرانية القائمة والمقترحة. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وأهلا بضيفي الكريم في الاستوديو دكتور ياسر عبد العليم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طيب لو ذهبنا لمحور آخر، أنه كل هذا حدث من أجل جذب الاستثمارات، إلا أنه كما تابعنا في التقرير أغلب هذه الاستثمارات في البداية هي استثمارات عقارية سياحية. ما المنتظر إذن في المرحلة القادمة لأنواع أخرى من الاستثمارات أن تكون موجودة في السوق المصري؟ شوف حضرتك، هو الاستثمار بيروح دايما على ما يعرف بالميزة التنافسية، يعني في الاقتصاد في حاجة اسمها ميزة تنافسية قامت عليها فكرة العولمة، تحرك رؤوس الأموال ما بين دول العالم وبعضها. إيه اللي بيحرك رؤوس الأموال؟ ما يعرف بالتنافسية. إيه التنافسية دي؟ تميز للدولة دي في موقع محدد أو في موقع عبقري في مكان أو في موقع لوجستي، أو إن هي عندها خام معين إحنا محتاجينه فبنبتدي نصنع الصناعة القايمة على الخام ده في المكان ده.
يعني مثلا في ميزه تنافسيه لصناعه الماس وبورصه جوهانسبرغ في جنوب افريقيا لان هي عندها ماس، دي ميزتها التنافسيه. الفوسفات في المغرب عندنا صناعات بترول وبتروكيماويات في دول الخليج لانها عندها بترول، فده ميزه تنافسيه ليها. مصر بقى ايه الميزه التنافسيه فيها؟ حاجات كتير، لكن كانت بتتطلب تفعيلها ان انت يبقى عندك البنيه التحتيه وعندك برضو التشريعات اللي احنا اتكلمنا عليها. ايه اهم المزايا التنافسيه عندنا؟ احنا عندنا طبعا اكتر من 3000 كيلو على البحر المتوسط وعلى البحر الاحمر، ده عبقريه مكان واماكن متميزه جدا لجذب الاستثمار السياحي والحفاظ على الموارد الطبيعيه دي لتحقيق اهداف تنميه مستدامه. دي مشروعات هتشتغل على طول، هتشغل ايد عامله برضو بشكل مستمر، يعني مش مشروع هيخلص وينتهي العمل منه، ده مستمر. ده شكل من اشكال الميزه التنافسيه اللي بتتمتع بها مصر واللي بتجتذب الاستثمار الاجنبي المباشر. عندنا ايه تاني؟ لسه كنا بنتكلم على محور قناه السويس اللي هو الممر الملاحي الاهم في العالم. تجاره العالم استاذ محمد منها 90% تجاره بحريه. بيمر من التجاره البحريه دي من مضيق قناه من مضيق باب المندب مرورا بقناه السويس حوالي 15% من التجاره البحريه للعالم. ويمكن ازمه غزه الاخيره بينت مدى اهميه هذا الجزء عالميا. يعني طبعا الشيب الواحده اللي بتلف في راس رجاء الصالح بتتكلف مليون دولار وقود عشان تلف اللفه دي. في بعض الشحنات وصل تكلفتها لاربع اضعاف، لان طبعا لما تكلفه النقل بتزيد تكلفه التامين على الشحنات بتزيد، سلاسل الامداد بتتعطل، الفترات البينيه الكبيره بتؤدي لتعطيش الاسواق، بتؤدي لرفع الاسعار على العالم كله، على كل الناس. البضائع بتاعتها كانت بتعدي من قناه السويس ولفت، هتلاقي اسبوعين او ثلاث اسابيع على بال ما توصل. السترايك باك ده او الاتجاه الاثر العكسي اللي حصل انه حصل ارتداد للمخزونات الموجوده، توقف بعض الصناعات، تعطل بعضها، المواد الخام اللي جايه، البترول اللي جاي، الواردات اللي جايه لاوروبا كلها من اسيا، ودي طبعا يعني كميه كبيره جدا من الواردات بتاعت اوروبا كلها بتعتمد على الصناعات الموجوده في اسيا، وكان ممر قناه السويس ده هو الممر. اثر على وقبل كده طبعا لما شفنا الايفرجين لما عطلت في قناه السويس ووقفت الملاحه في قناه السويس لبضعه ايام، حصل خسائر طبعا شكلها ايه كبيره جدا. الناس عايزه تستثمر في الموقع ده، يبقى فيه تجاره ترانزيت مباشره وغير مباشره، يبقى فيه صناعات تحويليه، يبقى فيه صناعات تجميعيه، يبقى فيه تصدير واعاده تصدير. وشفنا طبعا مؤخرا التسهيلات اللي عملتها وزاره الماليه للائحه التنفيذيه لقانون الضرائب والجمارك اللي كان اعلن عنها معالي وزير الماليه، لبرمجه الاعمال وميكانه الاعمال والتسجيل على الحاسب الالي والاستغناء عن النماذج اليدويه. ده شكل من اشكال ازاله المعوقات امام الاستثمار الاجنبي المباشر ان هو يجي في المواقع دي اللي هي فيها عبقريه مكان، فيها ميزه تنافسيه، ولكن احنا كمان بنسهل ونزيل كل المعوقات امام الاستثمار الاجنبي المباشر. والشكل ده من التشريعات دايما لازم يكون ديناميكي ومتوائم دايما مع حركه الاسواق العالميه. طيب خلينا نتفق انه هناك اشادات بدات تظهر من مؤسسات دوليه كثيره، هذه الشهادات نتيجة لتطور مثلا مصر بدأت تبقى في المركز السادس أو نطت ست مراكز آسف مرة واحدة في مؤشر البنية التحتية. ما قيمة هذه الشهادات من هذه المؤسسات؟ قيمتها أنه أي كيان عالمي النهاردة، العالم كله مفتوح النهاردة وبيطلع على البيانات والمعلومات. أنا كمستثمر لما أجي أو شركة أو دولة، أي كيان هيستثمر هيحط فلوسه في اي دوله في العالم لازم يشوف الدوله دي. الدوله دي بتتطور، فيها فرص، فيها فرص ربحيه، فيها فرص نمو. يعني احنا كان عندنا ترتيبنا في جوده الطرق، مصر كانت 118 سنه 2014 كانت 118 من ضمن 196 دوله، النهارده بقت 18، يعني قفزت 100 مركز في اقل من 10 سنوات. طب ما هو يعني ده الانديكيتور اللي بيوريك انت صرفت الفلوس. احنا نزعل بقى امتى؟ لما نصرف الفلوس وما نلاقيش عائد. لكن لما تصرف الفلوس وتلاقي جوده الطرق عندك تحسنت من 118 ل 18، ما بتجيش تقول لي بقى انت صرفت الفلوس على الطرق عملت بيها ايه؟ لا، انا حسنتها.
طب ده هيفيدني بايه؟ هيفيدك ان المستثمر اللي هيبص هيقول لك والله دي بلد ده الطرق عندها بايظه، انا مش عارف اتحرك، انا راجل لازم اتحرك، في مش هعرف في تانكرز بتيجي، في شاحنات بتتحرك، في من المصانع اللي انا هعملها للمواني، المواد الخام هتجيلي في قد ايه؟ طب انا هعيد تصديرها في قد ايه؟ في طرق للكلام ده، والطرق دي كمان النهارده معموله ومصممه على نظم عالميه وتقدر تستوعب التوسعات اللي ممكن تحصل خلال 50 سنه قادمه، عشان احنا بنتكلم على رؤيه طويله المدى، علشان احنا ما بنعالجش مشكله انيه وبعد كده ترجع الاجيال الجايه برضو تلاقيها هي نفس القصه، عملت طريق لكن الطريق لا يتسع لاكثر من ان هو خلال 5 6 سنين هيبدا التكدس يحصل مع تطويرك للمواني وقدوم استثمارات، هتلاقي الطريق تاني فيه مشكله، محتاج تاني ان انت تعيدها، والريبير ده بقى بيكلف اكتر من الاستراكشر. يعني لما تعمل مشروع من البدايه اتصرف عليه وتعمله دراسة جدوى انه بيخدم لخمسين سنة قادمة احسن ما تعمل مشروع دلوقتي بعد 5 6 سنين تعمله 5 6 مرات تيجي تاني تزيل طبعا من على جوانب الطريق وتبدأ تدفع نزع ملكيات وتبدأ تدفع تعويضات واشكالية طبعا كبيرة. التضحية كانت كبيرة لكنها كانت مطلوبة. القيادة السياسية اختارت الطريق الصعب مش الطريق السهل، الطريق اللي احنا مشيناه ده طريق صعب، لكن هو خلاص يعني الحمد لله قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات وعلى صموده امام ومرونته امام التحديات العالميه والصدمات الخارجيه الكبيره الفظيعه اللي حصلت اللي اطاحت باقتصادات دول، في دول اشهرت افلاسها وخرجت من التصنيف الائتماني، في حكومات اعتذرت ما قدرتش ان هي تكمل في ظل الازمات العالميه واقتصادات يعني من الاقتصادات العاتية، يعني عندنا جونسون يعني طبعا بريطانيا من اوائل دول العالم في الابحاث الاقتصادية ومن الاقتصادات المتقدمة جدا في العالم وفي اوروبا، الحكومة استقالت ما قدرتش تكمل ومفيش امكانية ان احنا نستمر. شوفنا طبعا رئيس وزراء ايطاليا استقالت وتم اقالة وزير مالية بريطانيا بعد كده لما مسك رئيس الوزراء الجديد، في اشكاليات وما عادش طبعا عندنا اشكاليات طبعا، اكبر مدينه لصندوق النقد الدولي في العالم الارجنتين النهارده وصلت لفين رغم ان هي عندها امكانيات على فكره، ودول والبرازيل اديرت بشكل كبير جدا رغم برضه انها عندها امكانيات، لكن الاقتصاد المصري في ظل برضه كل الاشكاليات الكبيره دي وكل الازمات العالميه دي طبعا احنا ما نقدرش ننكر حاجه مهمه جدا، المواطن المصري هو اللي تحمل جهود التنميه وهو اللي تحمل اعباء الاصلاح الاقتصادي. بس ما نعشمه انه في القريب العاجل يرى نتاج هذا التحمل عندما تتحسن الامور بشكل استاذ محمد، حضرتك شفت مجرد صفقه واحده اتعملت فرق دخل في فيها السوق الموازي، شوف سيادتك الدولار بقى بكام، شوف الاسعار بدات تتحرك يعني هبوطا طيب بالتدريج. هكمل مع حضرتك حول هذا المواطن اللي هو الشغل الشاغل لنا جميعا طب. بس بعد ما نخرج لهذا الفاصل بعدها نستأنف الحوار مع ضيفنا الكريم في الاستوديو.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبرحب بضيفي الكريم في الاستوديو دكتور ياسر عبد العليم، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي. اهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ محمد. الارقام لغه لا تكذب. صحيح. تابعنا مع بعض هذا العرض الجرافيك عن الجهود المصريه في رفع البنيه التحتيه. بصفه حضرتك لك هذا الباع في مجال الاقتصاد، كيف تصف ما حدث في البنيه التحتيه في مصر في السنوات العشر الاخيره؟ يعني نبص احنا صرفنا كام وعملنا بيه ايه، ودول تانية صرفت كام وعملت بيه ايه، علشان ما نقولش ان احنا بنجامل يعني او ان احنا بنحابي. عندنا الصين على مدار عقدين متتاليين صرفت ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 20 سنة علشان تطور البنية التحتية بتاعتها. حرك الناتج المحلي الاجمالي للصين اخر ناتج محلي اجمالي ليها كان 18 تريليون دولار. يعني ال 20% او ال 40% منه يعني ما يقرب من 6 الى 7 تريليون دولار سنويا كانوا بيتصرفوا على مدار 20 سنه. عشان توصل اللي هي فيه. وطبعا هنقيس بقى دول شرق كلهم لا يقل حد فيهم النور الآسيوية اللي عملت النهضة دي، ولو حطينا عليهم فيتنام ولو حطينا عليهم البرازيل هنلاقيهم من 20 إلى 40% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي بتاعهم أنفقوا علشان يطوروا البنية التحتية. البنية التحتية هي اللي بتعمل لونش، هي اللي بتعمل انطلاق للاقتصاد، هي اللي بتسبب مضاعف الاستثمار اللي أنا قلت لحضرتك عليه. مفيش بنية تحتية، مفيش تطور، مفيش توسع أفقي، مفيش فرص عمل زيادة، مفيش استثمار هيجي لك إلا لما تكون متطلباته موجودة. الانفراستراكشر يعني ميه، يعني كهرباء، يعني طرق، يعني كباري، يعني مواصلات، يعني بنيه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. النهارده ما اقدرش اعتبر الانترنت انها بنيه فوقيه، اقدر اعتبرها النهارده من تصنف انها بنيه تحتيه. بنيه تحتيه. كل ده حضرتك اشتغلت عليه خلال 10 سنين، انفقت تقريبا في المتوسط تريليون جنيه مصري كل سنه. يعني صرفت 10 تريليون جنيه، مش دولار. مش دولار. طب لو قست ده باللي صرفه الناس التانية انت كده صرفت ايه؟ انا بقول لك دولة يعني انفقت ما يقرب من 7 تريليون دولار في السنة، حضرتك صرفت في السنة 1 تريليون جنيه. فانت طبعا احنا مش قد الصين ولا في حجم اقتصاد الصين، لكن لو حطينا نسبة وتناسب احنا قلنا بالنسبة هي صرفت 40%. طب انا عندي الناتج المحلي الاجمالي لمصر النهاردة وصل 7.7 تريليون جنيه. لو انت صرفت منهم تريليون يبقى انت كده تقريبا صرفت كام؟ 15%، اقل من المعدل العالمي اللي انفقته كل دول العالم. بقول لحضرتك اقل حاجه صرفت 20 واقصى حاجه صرفت 40، انا تحت ال 20، انا صرف 15%. طب هي الدول دي لما صرفت الفلوس دي مؤشراتها تحسنت؟ نيجي بقى كوست بينفيت بقى، هو انت صرفت ومؤشراتك تحسنت زي مؤشراتي؟ هم تحسنوا قد ايه واحنا تحسنا؟ انا تحسنت قد ايه وانت تحسنت قد ايه؟ انا تحسنت في مؤشر الطرق بس 100 مركز مركز او 100 في الرانك، يعني 100 بوينت 100 نقطه. طب مؤشر البنيه التحتيه تحسنت؟ تقدمت 6. تقدمت 6. مؤشر القوى الناعمه تحسنت 10. مؤشر ال بي اي اللي هو اللوجيستيك بيرفورمرز اندكس اللي هو مؤشر الاداء اللوجيستي، وده مؤشر مهم جدا وخطير جدا. لما طورت المواني تحسنت في مؤشرات الخدمات اللوجستيه ولا لا؟ تحسنت. تحسنت قد ايه؟ صرفت كام وتحسنت قد ايه؟ صرفت مثلا 1.1 تريليون على تطوير المواني، وتحسنت من 2016 ل 2022 15. احنا اتفقنا انه كل ما يحدث هو من اجل المواطن. أكيد. فاسمح لنا نخرج للتقرير الاخير في هذه الحلقة عندما خرجت الكاميرا للمواطن، نتابع هذا التقرير ونعود لحضراتكم مرة اخرى. مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحققت منذ إطلاق القيادة السياسية رؤيتها لبناء الجمهورية الجديدة، وكان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل النصيب الأكبر من تلك المشروعات.
البنية التحتية بتشمل جميع أنواع الخدمات المقدمة سواء البنية التحتية البرية أو البحرية. مصر في الفترة الأخيرة شهدت تطور ملحوظ وكبير جدا سواء في البنية التحتية البرية في إنشاء عدة محاور أو عدة طرق وإنشاء العديد ما بين الكباري الوصيلة ما بين الضفتي نهر النيل، والعمل على زيادة الوصلات ما بين المدن والمحافظات، كذلك العمل على تطوير المواني البحرية لجذب العديد من الاستثمارات، كذلك عملت على العديد من تطوير جميع المواني سواء البرية ولا البحرية. مصر النهاردة فيها أكثر من ميناء بحري ممتد على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، ده عمل على جذب سواء الاستثمارات التجارية وزيادة الحركة التدفقات السياحية، كل ده بفضل جهود الدولة في زيادة البنية التحتية وزيادة العمل على تطويرها. وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2024 بتكلفة إجمالية تتخطى تريليوني جنيه، تم إنجاز العديد من المشروعات من أهمها المشروع القومي للطرق، حيث تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر، وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كيلومتر منها، وجاري العمل في 1200 كيلومتر. كما تم التخطيط لرفع كفاءة 10000 كيلومتر من شبكات الطرق الحالية. عائد أو الفائدة على المواطن نفسه، واللي بنشوفه في قلة الحوادث، حوادث الطرق اللي كانت منتشرة في فترة كبيرة في مصر، بدأت حوادث الطرق تقل بسبب الحارات الكبيرة، الطرق اللي على أحدث يعني وسائل تم وضعها. بكل بساطة انت دلوقتي لو عندك يعني مدينة حضرية موجودة زي القاهرة وحابب تشتغل وتعمل مصنع موجود في اي المدن القريبة منها في الصحراء، لازم يكون في طريق بيربط بينها. فبشكل بديهي وبشكل طبيعي جدا، لولا وجود الطرق لم تكن المصانع اللي هنشتغل عليها، علشان لو عملت المصنع ومفيش طريق يربطه بالمواطن اللي هيورد له او بالمينا اللي هنصدر من خلالها او من خلال المطار برضه اللي هنصدر من خلاله، مش هينفع نطلع يعني اي منتجات من خلال المصانع. فالمدن الصناعيه الجديده لابد قبل وجود مدن صناعيه ان تكون هناك بنيه تحتيه تخدمها من خلال طرق، من خلال شبكه قطارات على اعلى مستوى. جهود حكومية مستمرة تهدف إلى تسهيل ومضاعفة حركة النقل، بما يحقق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية. أهلا بحضراتكم، وبرحب للمرة الأخيرة في هذه الحلقة. للحقيقة كنا نتمنى أن وقتها يبقى أطول من كده، بضيفي الكريم في الاستوديو دكتور ياسر عبد العليم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك فندم. لم يتبقى لنا في زمن هذه الحلقة سوى دقيقة واحدة، ولن أسأل فيها، لكن هترك لحضرتك التعقيب الذي ترغبه. المواطن المصري يعني سيادة الرئيس نفسه توجه لي بالشكر على تحمله لأعباء الإصلاح الاقتصادي. البلد كانت محتاجة المشروعات دي علشان التوسع الأفقي وعلشان الخروج من أزماتها الاقتصادية المزمنة. كان لازم إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، ده طريق صعب وكان مؤلم إلى حد كبير، لكن اللي جاي إن شاء الله خلاص إحنا ابتدينا نشوف الثمار في صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، اللي طبعا هتقلل إلى حد كبير من المعاناة اللي بيعانيها المواطن من ارتفاع الأسعار نتيجة طبعا ارتفاع الدولار. احنا دولة مستورد صافي، لازم كلنا نكون عارفين إمكانيات بلدنا، الإنتاج في المرحلة القادمة، العمل على التصدير وتوفير العملة الصعبة هيقلل كتير جدا من المعاناة ومن الأسعار. حضرتك استفدت إيه من اللي حصل ده كله؟ حضرتك معدلات البطالة كانت عندك فوق الـ 12%، النهاردة أقل من 7%، وإن شاء الله مخطط إنها تقل أكتر من كده. الناس اللي اشتغلت بيهم بأخواتنا وولادنا، المشروعات اللي اتعملت فيها اسكان اجتماعي والمناطق العشوائيه للمساكن الخطره، شريحه كبيره من المجتمع استفادت منها، الحياه بقت في التنقل بقت اسهل،
اللي جاي بأمر الله هيكون أفضل من المتوقع خلال الفترات القادمة، إنه الاقتصاد المصري هيتم تحسن العديد من مؤشراته وهيكون بالعائد إن شاء الله، يعني متفائلين بالقادم إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر عبد العليم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، نورتنا وشرفتنا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أيضا الشكر موصول لحضراتكم. إن شاء الله فريق عمل جديد وحلقة جديدة يوم السبت وبرنامج ملفات.